رجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لاستوديو الحريف. طبعا احنا خلاص كلها ساعات على المباراة ما بين الاهلي وريال مدريد، ودينا شفنا امبارح قد ايه العالم كان بيتغنى باسم الاهلي في كل الصحف العالمية، خصوصا بعد مؤتمر انشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي وكلامه عن الاهلي وتاريخه الكبير. احنا النهاردة بنكمل حلقة امبارح وهنناقش ونحلل كل حاجة ليها علاقة بماتش النهاردة ان شاء الله. عشان كده معنا ومنورنا ضيوفنا الاعزاء آسر حسين الناقد الرياضي وسامح سمير الناقد الرياضي. برحب بيكم كالعادة، يعني الضيوف شبه دائمين معايا. ازيكم حريفه؟ كويسين. انتوا كويسين؟ احنا زي الحمد لله تمام. انا عايز اعرف قبل ما نسالكم اي حاجه، كل واحد يقول احساسه. آسر يعني متفائل. متفائل ومتحفز جدا، حاسس اصلا يعني عايز ماتش يجي دلوقتي، مش قادر استنى الست ساعات دول، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله. سامح. لا انا حاسس ان انا عندي منتج مصري، صناعه مصريه مفتخره كده، العالم كله بيتفرج عليها. العالم كله شايفها، دي العزه والكرامه اللي انا حاسس بيها النهارده. دي اللقطه اللي عايزين كل مصري، مش كل اهلاوي بس، بالزبط. كل مصري يحس بيها النهارده. رانيا اميره وهي طالعه بتقول لك انا حاسه ان انا ايوه دي حقيقة. يوم مش طبيعي، يوم صح. مش عادي. صح صح. مصر كلها مش مصر بس، ده مصر، افريقيا، العرب، الكل النهارده بيفتخر بهذه الصناعه المصريه المفتخره. صح، انا عرفت احساسكم، بس هطلع فاصل سريع ونرجع بقى نبدا مع حضراتكم استوديو الحريف. ورجعنا معاكم تاني ومكملين معاكم استوديو الحريفه. يعني شايفين الروح والحماس؟ انا حاسه والله الروح دي بتقول مكسب يا جماعه. الروح دي اللي احنا شايفينها دي بتقول مكسب. مفيش حاجه، مفيش مفر. حاسين بكده ولا لا؟ اكيد اكيد اكيد. الروح والسقف. اميره وهند، يمكن كنا سامعين بنتكلم قبل الهوا، الحاله دي خلقها النادي الاهلي وفرض نفسه على انه انت بتمثل دايما مشرف بلده، مشرف شعب الاهلي، مشرف الجمهور، مشرف قارته، مشرف الوطن العربي. فبالتالي انت النهارده استحقاق انت رايح له بمجهودك باقدام لاعبيك. خامس مره تلعب دور قبل النهائي، اللعيبه عارفه حجم وقدر المباراه. حتى مش فكره بس انه عشان ما بقاش احنا حاسين ده، احنا لا عايزين نوصل لما ابعد، زي ما كانت هند بتقول قبل الفصل، لما ابعد من البرونزيه. لكن في نفس الوقت اللعيبه اللي تستحق تتوج نفسها انها تلعب مباراه ريال مدريد ايا كان النتيجه. في شعرايه رفيعه قوي بين التفاؤل المفرط او المبالغ فيه وما بين انت تبقى عارف قدر نفسك. الانجليزي يقول لك بوزيشن يور سيلف. النادي الاهلي داخل ممركز نفسه، عارف هو ايه. انا عندي سلسله لا هزيمه، نادي الاهلي انا ما اتهزمتش من 27 اغسطس. بقى لي اكتر من 6 شهور انا بلعب قبل النهائي الخامس. انا مش ريال مدريد مش هحقق كاس العالم للانديه الخامس على حسابي، انا مش عايزه يكسب. انا بنافس زعيم الكره في العالم وزعيم الكره الاوروبيه اللي عنده 28 لقب قاري وانا عندي 24. مش عايزه ياخد بطوله يعدي بيها بلقبين، عايز العب المباراه بقتال. لرفع السقف كمان كولر بشكل مبهر جدا، فتره قصيره جدا، كل جمهور الاهلي في الشارع عنده ثقه فيه كبيره جدا. عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي انها تكون قد المباراه النهارده. وبرده مش هننخدع بانه ماركا او كل ما كنت بتابع انا وسامح الصحف الاسبانيه الايام اللي فاتت كله بيتكلم عن لسته من غيابات لعيبه، لكن في الحقيقه القوام الاساسي هم 4 لعيبه من القوام الاساسي. صحيح من القوام الاساسي، لكن كل الموجودين دي ريال مدريد في النهايه، عنده سكواد دبس وعنده لعيبه بتساوي مليارات. فبالتالي بعتقد انه كولر بذكائه هيقسم مباراه سيناريوهات زي ما ريال مدريد ممكن يعمل كده. اتفرجنا على اخر مباراه ريال مدريد، لقينا انه خلى المعلمين بمعنى الكلمه كده مستنيين بره. صح. وبدا بوسط ملعب شاب شويه اللي هو سيبايوس، ولعب سيبايوس ولعب تشاوميني ولعب فالفيردي. الشوط الثاني او لما دخل هدف عكسي من ناتشو، كان يتكلم برده على غلطات ناتشو، حاول انه يرجع في النتيجه، نزل كروس ومودريتش بعد حوالي ساعه من المباراه، دقيقه 65 بعدين في دقيقه 80 عشان ونزلوا فعلا قلبوا الماتش، لكن الفوز ما جاش. بس ده سيناريو ممكن يحصل. قبل ما نخش في سيناريوهات اللعب، انا عايزاكم تتكلموا وتقولوا لي شايفين التغطيه الاعلاميه العالميه اللي بتحصل للاهلي شايفينها ازاي؟ مفيش كلام اكتر من اللي قاله انشيلوتي يمكن في المؤتمر الصحفي. انا كنت بتمنى الحقيقه ما يقولش كده، كنت بتمنى يكون في نبره تعالي، كنت بتمنى انه يكون مستقل من المباراه، او زي ما الناس بتعتبر ان بطل اوروبا بيخش المباراه دي انها مباراه وديه. الحقيقه ابدا. بعتقد التغطيه العالميه كانت مهمه جدا وابرزت انه المباراه بين بطل يعني بطلين بين بطل القاره الافريقيه
وبين على مدار التاريخ طبعا بطل طبعًا. الاوحد مش النسخه اللي فاتت بطل ب10 مرات وما بين ريال مدريد طبعا صاحب ال14 لقب في اوروبا والزعيم اتكلمت على حجم انجازات النادي الاهلي وانه بيجيد لعب المباريات دي. انشيلوتي اتكلم تكتيكيا على مباراه الاهلي مباراتين الاهلي اللي فاتوا قال انه شفنا انه لعيبه بتامن كويس او بتقدر تخطف المكسب وعندهم متمارسين جدا. اتكلم على حجم الليبل والعلامه التجاريه للنادي الاهلي فبالتالي هم مدركين كويس قوي حجم الفريق اللي هيلعبوه وده مهم في نفس الوقت. واحنا كمان عندنا هدف وعايزين نروح لبعيد بالظبط ويعني زي دلوقتي السنه اللي قبل اللي فاتت انا طلع لي حتى في الميموريز يعني في الذكريات انه كانت مباراه بايرن لعبنا قدام بطل اوروبا لعبنا مباراه ممتازه واتغلبنا 2-0 لكن اللعيبه والجيل ده اعتقد انه وصل لمرحله من النضج واستوى. كنا بنلعب قدام بايرن عشان لما يجي لنا مباراه زي دي نبقى مستعدين ليها اعتقد ان احنا في اتم الاستعداد ليها. صح سامح عايزه بقى اكلمك عن حاجه ثانيه الجماهير دعم الجمهور المغربي الغير طبيعي للنادي الاهلي شايف الدعم ده ازاي وشايف هيفرق بقى في ماتش النهارده ازاي خصوصا واحنا سمعنا اخبار ان هم اتفقوا مع جمهور الاهلي على دخله وان هم عايزين يشرفوا جمهور الاهلي والمجهود اللي بيبذله الجمهور المغربي. بص يمكن من بعد ما خسرنا دوري ابطال افريقيا هناك في المغرب وكان في بعض الحزازيات اللي ملهاش معنى طبعا الحقيقه هي اللي بنشوفها دلوقتي امام الكاميرات وخلف الكاميرا. كابتن محمود الخطيب طبعا سلامات كان عنده عقه صحيه ينور الدنيا ان شاء الله بالف سلامه. فوزي لقشع اللي عايزين نشكره احنا كمان زي ما كابتن الخطيب طلع في بيان رسمي وشكره على الرعايه الطبيه والاهتمام والاحترام لهذا الكيان النادي الاهلي هناك في المغرب حاجه تحترم جدا. فالجمهور المغربي طبيعي انه يكون داعم لينا. احنا اول شعب عربي وقف خلف المغرب في كاس العالم منذ ايام لما وصل وعمل هذا الانجاز اللي صعب جدا يتحقق حتى 50 سنه جايه. نتمنى ان هو يتحقق طبعا ما يبقاش فيه مستحيل لكن هو رفع سقف الاحلام ان ما يبقاش فيه مستحيل تماما. طبعا احنا هنا الصحف المصريه احنا عندنا حتى في الوطن عملنا ليهم ملف خاص عدد كامل لغينا السياسه والاقتصاد وكل حاجه في الدنيا عملنا ملف كامل للمغرب فالمغاربه اقل لا ده الناس كانت في الشارع هنا بتحتفل كانه مصر هي اللي كسبت. اقل شيء تعمله المغاربه معاكي النهارده انه يقفوا جنبك حتى لو انت ما كنتيش احتفلت بيهم. الدم العربي واحد. لكن انا عايز اتكلم عن لقطه عجبتني جدا امبارح. كان عندي لقطتين في قمه الفخر انا كمصري او كاهلاوي او كعربي او كافريقي انا انبسط بيها. اللقطتين دول اتفرج امبارح على مران الاهلي وكافه وكالات انباء العالم بتغطيه كافه مراسلي العالم بيغطوا هذا المران. الفريق من افريقيا اسمه النادي الاهلي هيواجه ريال مدريد فكل العالم واقف بيصور كل العالم عايز يتابع مين كولر ومين قفشه ومين محمد شريف ومين كهربا اللي الدنيا قايمه عليه فيفا ومين ومين عايزين يشوفوا ويعرفوا احنا معانا الصور رايح فين. طبعا الحاجه الثانيه اللقطه الثانيه اللي عجبتني جدا هي اسبانيا اهي اللقطه هي طبعا جميله بشكر الاخراج طبعا والاعداد اللي معانا كلمه بكلمه. دي اللقطه لما تلاقي لقطه زي كده عليك ان تفتخري بكونك اهلاويه ده رقم واحد وعليك ان تفتخري بانك مصريه ده رقم اثنين فده الطبيعي. شوفي اللقطه طبعا ده فخر للاعبين فخر لينا احنا كجمهور نادي الاهلي. اللقطه دي تساوي ملايين اللقطه دي لقطه للتاريخ لازم نعرف ده لازم نوثق ده تاريخيا لان مش اي حد هيصل لده تاني. اللقطه الثانيه اللي مش هنساها ويريد برضو زمايلنا مش مهم احنا نيجي على الشاشه وما يوروا للناس اللي احنا بنقوله لا امبارح قناه ريال مدريد واول امبارح بقى لها يومين بتعرض استوديو تحليلي وحاطه شعار النادي الاهلي اللي بيرفرف كده وبينور في العالم كله في اوروبا وفي ريال مدريد وعالم ريال مدريد وبيتحدثوا عن قيمه النادي الاهلي قوه النادي الاهلي تاريخ النادي الاهلي مباراه 2001 اللي فزنا فيها هنا في القاهره 1-0 بهدف صندي فكل ده شرف ده تاريخ بيتكتب كده بيتناقش على جدران تاريخ الكره العالميه مش الكره المصريه فقط وانت تفتخري بيه ده لازم نقوله والناس لازم تعرفه بعيدا عن النتائج بعيدا عن اللي هيحصل النهارده. بايرن ميونخ المباراه مش زي ريال مدريد نهائيا الحسابات مختلفه. بايرن ميونخ ريال مدريد مش بقوه البايرن حاليا. البايرن كان في عزه كان في مجده كانت البطولات رايحاله كان التاريخ بيناديه لكن النهارده ريال مدريد عنده ازمه. ريال مدريد عنده اصابات حدث ولا حرج ست نجوم كورتوا عشان يلعب النهارده بلونين عنده ميليتاو إصابة عنده لوكاس فاسكيز إصابة عنده ميندي إصابة عنده هازارد إصابة عنده كريم بنزيمة إصابة لا ده حكاية ست لاعبين أزمة عنده هزائم في الدوري الإسباني أربع هزائم خسران كاس السوبر الصورة اللي أنت كنت بتتكلم عنها هي أدي الصورة طبعا دي حاجة هي وهو عشان كده لما بقولك أن دي صناعة بلدنا الصناعة الفاخرة المفتخرة أفضل أقولها هذا المنتج المصري العربي الإفريقي احنا اللي شايفينه ده تدريب الأهلي اللي نقلاه ريال مدريد هم نقلوا الميران
وعملوا استوديو تحليلي واتكلموا عن النادي الاهلي بشكل محترم جدا، بيشوفك عامل ازاي، بيشوفك بتؤدي ازاي، انت رايح على فين، لانك انت ليك اسم لك قيمه، هو مش اول مره يشوفك، مش اول مره يعرفك، هو عارفك كويس جدا ولعب قصادك قبل كده واحترمك. انا عايزه بس اشكر كل إدارة قناة النادي الأهلي الحقيقة أنهم قدروا يعملوا الكولابريشن ده مع قناة ريال مدريد، وزي ما كابتن إسلام قال أنهم بعتوا الإيميل ولقوا الرد كان سريع. الحقيقة ده مجهود كبير جدا منهم، برضو أنا عايزة أحييهم وأشكرهم عليه لأنهم شرفونا بيه قوي. عايزين نخش بقى لا ونقول ده على لساننا برضو، أقول ده على لساني، يمكن أنت علشان متواجدة في القناة ممكن الناس تقول أنها شغالة معهم، لا أنا أقول قناة الأهلي عاملة مجهود هايل جدا خلال البطولة. أنتوا عاملين شغل عالي جدا خلال البطولة. النهاردة أنا كنت قاعد مع اميره قبل الهوا، سمعاني اغنيه هي عاملاها بصوتها للنادي الاهلي، مش عايز احرقها على الهوا، وهي قالت لي بلاش تحرق، بس انا مصر اتكلم ان انا تعبت حد الفجر عماله تسجلها، صوتها هايل، عامله كلمات هايله للنادي الاهلي، ونفسها ان هي تنزل ان شاء الله مع الفوز. الضيف ده بيبوظ المفاجآت، ما تقوليلوش حاجه تاني. فطبعا دي حاله من الفرح، هي كمشجع بالمناسبه، هي ما تعملش كمذيعه ولا ان انا عايز اظهر، ولا هي تعمل كمشجع عايزه تفرح وتفرح الناس وتسمع الناس قيمه النادي الاهلي من خلال اغنيه ظريفه لده. فاحنا النهارده على موعد مع التاريخ ان شاء الله، يكون على موعد مع السعاده. ريال مدريد النهارده مش في احسن حالاته، بالعكس عايز اقول لكم انه في اسوا حالاته. لازم نضع الخصم عند حجمه الطبيعي. احنا عندنا هنا آفة للاسف، مش عايز اقول في الاعلام المصري، ولكن عندنا افه ان احنا دايما بندي الامور اكبر من حجمها. صح. انا رايح العب ريال مدريد، انزل اعرف قيمه نفسك واعرف حجمك كويس جدا. احنا جامدين جدا. وقفشه قال كلمه حلوه قوي، ان انا 11 لاعب يا جماعه قصاد 11 لاعب. برافو. وهند قالت الكلام ده، فكره ده هو اللي عايزينه يبقى. ويمكن كمان شناوي، انا فاكره بعد ماتش سياتل في الاوضه بتاعه اللبس كان متصور وهو بيقول للعيبه، مش قلت لكم يا رجاله ان انتوا لما بتصدقوا ان انتوا لعيبه كويسه بتبقوا لعيبه كويسه؟ وهي دي الروح. طب آسر برضو عايزين، احنا اتكلمنا عن الاصابات دلوقتي وسيبك من الاصابات، بس ريال مدريد فريق يقدر يعمل البطوله دي بمنتهى السهوله، تشوف كولر ممكن يعمل ايه علشان يستعد كويس للمواجهه دي؟ شايف ممكن تبقى خطته ايه؟ طيب هو في النهايه يعني طبعا في اصابات، وفي يعني فعلا ريال مدريد زي ما كان سامح بيقول مش في التوب فورم او كده، لكن ريال مدريد يبقى ريال مدريد. يمكن صعوبة المباراة أو سخونة المباراة، على عكس ما في ناس بتقول أو الرأي الدارج أنه ساعات البطل أوروبا بيبص عليها المباراة ودية، بالعكس الكلام ده. بالتالي ريال مدريد النهاردة هيضربوا بعرض الحائط لأسباب كتيرة. أولا أنه في محتاج سيلفر وير، أو محتاج أنه يحقق لقب السنة دي. بدأ الموسم بخسارة لقب السوبر من أيام قليلة أمام برشلونة في الرياض. بعدين بيبتعد بعد الخسارة الأخيرة بثمان نقاط في الدوري، برشلونة بياخد الدوري بيجري بيه، عنده مباراة قبل النهائي مع في كاس الملك مع برشلونة برضو، فبيصطدم، عنده مباراة دور 16 في دوري الأبطال مع ليفربول، فبالتالي كلها معارك قوية جدا، فمحتاج بطولة تعيد الثقة للاعبين، وبطولة مهمة داخل فيها كبطل أوروبا يفكر اللعيبة نفسيا ان هم ابطال أوروبا وياخدوا كاس عالم أندية، فبالتالي مباراة صعبة. وانشيلوتي عايز يكسب عشان طبعا ما يكسبش مع السلامة. طبعا بالظبط يعني الدوافع. ما اعتقدش هند انه لو خسر البطولة دي بس برضو هتبقى يعني ضربة في ضربة في نعش الرحيل شوية. على الناحية التانية أميرة كانت بتسأل، وأنت هند كنت بتسأله على الغيابات، يمكن شفنا إنه تأثير طبعا بنزيما وكورتوا، أنت طبعا الحارس الأساسي وبنزيما هداف الفريق. طبعا فيرلان مندي برضو الباك الشمال الأساسي لما غاب، كامافينجا اللي بيلعب مكانه. الفكرة بس إنه استعداد كولر ليه، ردا على سؤالك الذكي أميرة، إنه بعتقد الناحية اليسرى عند ريال مدريد دي اللي لازم كولر، وأنا متأكد أنه هو يفطن ده تماما، اللي فيها مفتاح اللعب الأساسي هو فينيسيوس جونيور. أنت عايز تعمل أوفرلود أو تحمل الناحية اليمين ناحية محمد هاني، يبقى في لعيبة كتير قوي بتساند الناحية دي. في فكرة ممكن تكون يعني جربها في تمرين مرة أو اتنين على مدى برضو استجابة منعم ليها، لو مش على عكس عدلته، أنه بدل ما منعم اللي بيميل ناحية شمال يلعب هو قلب الدفاع ناحية اليمين، عشان في موقف زي ما الإنجليز بيقولوا 1 في 1 أو 1 فيرسز 1 أو 1 على 1 مع فينيسيوس، هو أفضل من متولي في تعامل معاه لو عدى من محمد هاني، أو لو حد من وسط ملعب اللي بيرحل ناحية محمد هاني. أوكي. على الناحية التانية بعتقد كل السرعات اللي محتاجها نادي الاهلي هتبقى في بدايه التشكيله. محمد شريف انا واثق انه هيبدا، لان انت محتاج سرعات في الحته دي. طاهر انا بعتقد انه من الافضل انه يبدا عشان انت محتاج سرعات. ناحيه اليمين حسين شحات طبعا لعب قبل كده قدام ريال قدام العين، وكاد ان يسجل، وبيخافش في الماتشات دي، بيلعب ثقه وعنده السرعات وعنده دريبلينج واحد على واحد في السويتش اللي هنعمله لما الكره تتقطع ان شاء الله. لكن بعتقد في فكره برضو تانية، ان انت ممكن تلعب بطريقه يونايتد شويه، انك تحط اربعه في النص، يعني ممكن مروان عطيه يبقى بيميل ناحيه اليمين عشان يقفل الناحيه الشمال عند هتبان انها في تامين زياده، لكن انت لو استخدمتها تكتيكيا زي ما كولر بيعمل مفيش اي مشكله في ده. لكن بعتقد انه الاقرب التشكيله اللي بدانا بيها مباراه اوكلاند مع تغييرات بسيطه في العناصر،
وكان حد بيسالني يمكن قبل المباراه عن طب كهربا بينزل بيبقى تاثير بيعمل اسيست بكعبه، قفشه نزل خلص الماتش استعاد الثقه انه عمل قضيه ثانيه، ليهم دور في المباراه بس ما اعتقدش ابدا ان هم هيبداوا. ان العناصر اللي بتكلمنا عليها هي الانسب للمباراه، فبالتالي طبعا مفتاح اللعب الاخطر او الاساسي هو فينيسيوس. رودريجو هيلعب مباراه عمره لانه في غياب بنزيما طبعا عايز ياخد يعني يقول لك ستيب اب او ياخد طبعاً الاضواء. فبرضه زي ما كنت بقول لك من شويه، لو هي فكره لو الافضل يعني كولر، انا اكيد انه يعني انا متاكد متيقن لفكره انه لو بدا بنص الملعب اللي بدا بيه المباراه اللي فاتت امام مايوركا اللي خسرها 1-0، انه بدا بسيبايوس وتشاوميني وفالفيردي، هتلاقي انت كروس ومودريتش قاعد بره، كولر بيفكر لما ينزله هيعمل ايه. فنفس الكلام كولر هيقسم اوراقه على تقسيمة السيناريوهات. وبعتقد ان شاء الله ان ده اللي قادر انه يعمل مباراه كبيره جدا. فكره النتيجه او يعني مين يقول مين يكسب صعبه، لكن انا متاكد المباراه مش هتروح لسكور كبير، انا واثق. يعني لو حالف الاهلي حسم ممكن لك نتيجتين، لو هتسيني اتوقع لك احنا ان شاء الله لو عندنا فرصه ان احنا نخطف هدف ممكن الاهلي يكسب 1-0. لو نتيجه للمنافس لا قدر الله هتكون 2-1، مفيش حد في مباراه زي دي وحجم الفرقتين وتقارب المستوى والدوافع العاليه عند الاثنين هيفرق بسكور، انا واثق من ده. احنا معانا لقاء كولر هنشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. Natürlich nicht der Selbstgeschenk oder einfach, dass man neben Spiel schon nach 10 Minuten ein Tor schießt. الموضوع مش سهل، ان احنا بنلعبش نفسنا، ان احنا دايما نجيب جون في اول 10 دقائق والمباراه دايما بتبقى 90 دقيقه. فرقتنا كلنا متاحين، كل لاعبتنا متاحين. زي ما قلت من شوية ريال مدريد عنده قائمة كبيرة من اللاعبين. هما لعبة كلها لعبة دولية، كلها لعبة على مستوى عالي. مفيش فرق بين اللي بره واللي جوه بالنسبة لهم، واحنا مهم بالنسبة لنا احنا لو ركزنا على اللعب بتاعنا، لو ركزنا على نقاط القوة وكمان يمكن نقاط الضعف في ريال مدريد اللي احنا نقدر نوصلها للعيبة، لكن المهم جدا ان احنا نلعب ونظهر بثقة وبشخصيتنا. في قدام الماتشات دي ما ينفعش ان انت تفضل واقف ورا وتدافع بس، لكن لازم انت كمان تعمل حاجة، لازم يبقى ليك فعل ولازم عندك ثقة في نفسك، واحنا ممكن عندنا ثقة في نفسنا وعندنا الامكانيات لده. احنا من ساعة ما مسكنا الإدارة الفنية النادي الأهلي ما خسرناش ولا مباراة من ساعة ما مسكنا في 5 شهور، وده المفروض يخلي اللعيبة عندها ثقة في نفسها انها تقدم مباراة كبيرة قدام ريال مدريد. انا كمدرب ما شاركتش في بطولات بالشكل ده قبل كده، ولكن عامة دايما عندي كل انا كمدرب فلسفتي ان احنا كل باخد كل ماتش بماتش، وكل ماتش هو اللي بشارك عليه، وبالتاكيد ريال مدريد هو اقوى فريق احنا قابلناه من اول ما بدات، ممكن هيكون اول اقوى فريق هنقابله، وبالتالي بكره هنحضر المباراه وهنحاول ان احنا نادي كل اللي عندنا عشان نعمل ماتش قوي بكره. السؤال الاخير، تصريحات مهمة، شفت التصريحات جامدة ازاي؟ مهمة جدا. شفتي اللي قلت لك عليه؟ مارسيل كولر راجل حكيم كده، هادي محنك، لما اتكلم على فكرة انك تلعب مش تحت ضغط، ان لاعبي النادي الاهلي يبقى عندهم ثقة في ان هم يؤدوا امام النادي الملكي ريال مدريد. عايز اقول لك ان ريال مدريد عنده مشكلة، او هو لو قدر ان هو يلعب قدام النادي الاهلي بفكره ان هو يضغط او يفتح مساحات امام النادي الاهلي، مشكله النادي الاهلي اذا فتح مساحات امام ريال مدريد مش هيقدر ان هو يجاريه. هو قال كلمه حلوه قوي مارسيل كولر، قال اللعيبه تلعب مش تحت ضغط رقم واحد، اثنين يبقى عندهم ثقه في انفسهم، ثلاثه ان انا ما الجاش للطرق الدفاعيه، لان لجوء للطرق الدفاعيه دي هيخليه هو يبقى تحت ضغط طول المباراه، لازم ريال مدريد هيهدف. ففكره انك تلعب دفاع او فكره انك انت تسيب مساحات لريال مدريد هي دي الازمه الكبيره امام
هذا الفريق العظيم النهارده في مباراه صعبه زي كده. ويمكن ده المدير الفني لمايوركا قاله ان هو كسب لما اتسال يعني طريقه المكسب، كانت انه قال انه ضيق المساحات، لان فريق ريال مدريد مش فريق ينفع ان انت تسيب له مساحات، لان اللعيبه يعني عندك فيني مثلا هتسيب له بس نفس. لا ده مش كده بس، يمكن كان اسر اتكلم بشكل محترم جدا عن فكره فينيسيوس. فينيسيوس ده لاعب خطير جدا، كنت قلت لكم قبل الهوا ان هذا اللاعب قيمته السوقيه 120 مليون يورو، ده اغلى لاعب في ريال مدريد. اغلى لاعب في الاهلي إليو ديانج حوالي 3.5 مليون يورو. لو بصيت للقيمتين هتلاقي ريال مدريد 348 مليون يورو، الاهلي في المقابل 28.3 او 4 مليون يورو. طبعا فارق شاسع وكبير جدا، ولكن داخل الملعب هذه الارقام مختفيه مش موجوده تماما، بالعكس ممكن تلاقي العكس ان شاء الله. خطه ايقاف فينيسيوس اللي بيفكر فيه مارسيل كولر دلوقتي ان انا ابتدي التشكيل بفكره ايه، ريال مدريد بيلعب ان هو بيخطف فرقته ناحيه اليمين، ناحية اليمين تماما بعيد خالص في الجبهة اليمنى عشان يسيب فينيسيوس حر الحركة ناحية الشمال، وفجأة بعد ما يدخل دفاع الأهلي أو خط الوسط إن هو يقفل على الباك اليمين هناك أو الجناح الطائر الأيمن، يقوم هو على طول كرة سريعة على الناحية الشمال عشان فينيسيوس يخش واحد ضد واحد على طول يقدر ان هو يهدف ويدخل. فالقصه هنا انك انت تقفل مش محمد هاني فقط، لذلك انا اتفق معاه ان هو ينزل طاهر محمد طاهر. ليه؟ طاهر عنده التزام غير طبيعي في النواحي الدفاعيه الى جانب الهجوميه، فمحمد طاهر هيقدر يقفل بشكل كويس جدا مع محمد هاني ويقابله زي ما قال برضو اسر، يقابله محمد عبد المنعم مش متولي، ممكن محمد عبد المنعم يقابل مع محمد هاني ومع محمد طاهر الى جانب وسط الملعب حمدي فتحي وإليو ديانج والسوليه، ان هم يقفلوا على هذا الثلاثي الخطير. يمكن بختلف معاه في دي، هو كان بيريح مودريتش وتوني كروس، انا شايف ان هو هيبتدي النهارده بمودريتش، هيبتدي بتوني كروس، هيبتدي بتشاوميني في وسط الملعب عشان يقدر يضغط ده، لان مودريتش لما بيتحرك في الملعب بياخد معاه 2 3 ودي الخطوره، دي الازمه. لازم النادي الاهلي يعرف ان مودريتش ما تروحش عليه بواحد واثنين لعيبه، لان مودريتش حر الحركه صعب جدا تاخد منه الكوره، وتحركاته لوحده بياخد معاه 2 3 لعيبه، فبيفضي الاجناح يقدروا ينقله بشكل كويس جدا. هي دي خطوره ريال مدريد. ومارسيل كولر بلغه الكوره كده تعلب، هو فاهم ده كويس جدا وقاري فكره انشيلوتي وفكر ريال مدريد واضح امامنا كلنا. هي الفكره كلها ايه؟ سرعات لعيبه، امكانيات لعيبه، لازم انت تؤدي بخطه محكمه تكون فيها بس بعيد عن الضغط، بتلعب بثقه، ما بتديلوش مساحات، ما بتلجاش للطرق الدفاعيه. غير كده زي ما قلت لك 11 ضد 11 سهله جدا. خط الهجوم مين الافضل، او في ماتش زي ده مين احسن ان انت تبدا بيه؟ انت عندك كهربا وشريف وتاو. تاو يمكن من اللعيبه كمان اللي لعبت قبل كده قدام ريال مدريد في الفريق القديم بتاعه، كان لاعب قابل ريال مدريد، يمكن هو الشحات الوحيدين في الفريق اللي قابله ريال مدريد. مين الافضل ان هو يبدا بيه؟ بص، وجهه نظري المتواضعه في تشكيل النادي الاهلي هيبتدي ازاي؟ طبعا الشناوي حراسه المرمى هيبقى قدام محمد عبد المنعم ومحمود متولي، بقى الباك اليمين هيبقى محمد هاني، الشمال هيبقى علي معلول، في وسط الملعب حمدي فتحي وديانج والسوليه، ده لازم هذا الثلاثي امام الثلاثي الخطير اللي جاي من ريال مدريد. هتلاقي جناح طائر هيلعب طاهر محمد طاهر، واعتقد حسين الشحات هيبقى متواجد مش احمد عبد القادر. راس الحربه هيبقى فيه اختلاف ما بين الثلاثه، ناس كلها بتسال كهربا، ناس لازم تعرف ان هو جاهز للمباراه ولكن هيقعد للشوط الثاني اذا ما حدث اي اختلاف، لكن الراجل هيبقى متواجد في الشوط الثاني لانه مش هيلعب المباراه لانه عنده اجهاد عضلي. جاهز، واحمد ابو عبله طبيب الفريق اعلن جاهزيته وكولر ريحه بس يومين. ما يقدرش يلعب 90 دقيقه، ما يقدرش يلعب 90 دقيقه ومش هيبتدي بيه. عنده محمد شريف وبيرسي تاو، اعتقد انه هيلجا لبيرسي تاو لان في حسابات كثيره جدا. بيرسي تاو شارك امام ريال مدريد، بيرسي تاو سريع الحركه، بيرسي تاو عنيد شويه، افريقي، لياقته الذهنيه والبدنيه عاليه جدا، هو هيبدا بيه. اعتقد ان محمد شريف هو اللي هيكون بديل بيرسي تاو في الشوط الثاني. دي بالنسبه لتشكيله النادي الاهلي. ريال مدريد زي ما اتفقنا. قبل ما تقول ريال مدريد عايزه اعرف من اسر من وجهه نظرك تشكيله النادي الاهلي الامثل، وعايزين نعرف برضو نقاط القوه اللي موجوده في النادي الاهلي اللي ممكن يستخدمها كولر صح عشان يقضي على المواجهه دي. طيب في البدايه كده بس دعوه للتفاؤل، احنا لعبنا مباراه واحده بس على ملعب مولاي عبد الله 2016 دور المجموعات امام الوداد، وسجل الهدف براسيه رامي ربيع اللي متواجد مع الفريق دلوقتي بن عزيه طبعا في وفاه حماه. فدعوه للتفاؤل، اخر مره لعبت على الملعب ده فزت فيه والمره الوحيده اللي لعبت عليه، فان شاء الله يعني يبقى لنا النصيب ان شاء الله النهارده نعمل مباراه كبيره ونتوفق ونسجل ونكسب يعني. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي زي ما قلت لك يا اميره وهند، ما اعتقدش انه هيختلف عن مباراه اوكلاند كتير.
نفس الرصه او التشكيله اللي متعودين فيها على القوام الاساسي الاهلي اللي هيلعب بيه. مفيش خلاف على حراسه المرمى طبعا في وجود حارس عملاق زي الشناوي. خط الظهر طبعا منعم متولي الا لو عملنا يعني لو حصل التغيير التكتيكي في ترحيل منعم ناحيه اليمين ومتولي هو اللي يلعب شمال. هاني ومعلول ثلاثه وسط ملعب طبعا سوليه وفتحي وديانج. هي الفكره في قدام الثلاثه اللي قدام اعتقد دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اللي كل الريق ده يلعب بيه او يفاجئ بيها او يباغت. كل الناس بتسال انا بعتقد ان شريف لازم يبدا سرعته شريف طبعا مهاجم صريح لازم يبدا. كهربا ممكن يكون له دور في المباراه. بيرستا ممكن يكون له دور في المباراه لو هيلعب فيرود بس ممكن كمان يلعب جناح يمين. اللي انا متاكد او يعني عندي احساس انه القناعات ان الاثنين دول الانسب للمباراه هو شريف ومحتار محمد طاهر ناحيه الشمال. لان طاهر بيديك حل انه بيلعب ناحيه الشمال انت مستفيد كمان التزامه التكتيكي في الرجوع وانه بيعمل يعني بول ريكفري بيخسر الكوره بيرجع يجيبها ثاني. عنده قدرات من اكتر لعيبه اللي واقفه على رجليها بدنيا في الاهلي. بيقدر يعني مجهوده الورك ريت بتاعه عالي جدا فلعيب بدني لعيب تكتيكي مهم جدا. كولر باين من الاول ان ده لولا غياب طاهر شهر كنا هنشوف طاهر اكتر واحد بيشارك مع كولر من اللعيبه اللي حط عينه عليها ان دي هتكون احد يعني اللعيب ده واحد من الرجاله اللي لعبوا معايا دايما اللي هعتمد عليهم. الفكره هي في ناحيه اليمين هل حسين الشحات ولا بيرستاو هيلعب كجناح ولا هيبقى عامل الحل بتاع انه طيب انا اقفل نص الملعب زياده ويبقى فيه مروان عطيه مرحل شويه وابقى بلعب باربعه على الورق طبعا او الفلات ان هي 4 4 2 لكن في السويتش او في التحول لما تنقطع الكوره وتروح للنادي الاهلي في المرتدات هيبقى مهم قوي دور شريف وطاهر محمد طاهر والزياده من وسط الملعب طبعا اللي هيعملها حمدي واللي لو وجود مروان عطيه هيعملها. فبالتالي شويه الفريقين كتاب مفتوح. بدا بكروس او مودريتش او خلاهم للشوط الثاني. اعتقد برضو دي في عقل بال كولر انه هيتعامل مع ده انه لو نزلوا ايضر غير الماتش لو بدا بيهم خلاص ده القوام الاساسي لوسط الملعب وانا بقابله بوسط الملعب الاساسي بتاعي. اعتقد دي اكتر مباراه ممكن نشوف استخدام للاوراق من كولر بتاعه النادي الاهلي. يعني في مباراه اوكلاند انت كنت مرتاح فرض اسلوبك وكسبت فانت كنت نازل اوراق التايمينج حتى بتاع تغيير هندو اميره كان انت بتعمله بمرونه بثبات ومرونه تكتيكيه ان انا عندي انا كسبان فبنزل حتى بدي لعيبه تاخد دخلات الرجل ما بتشاركش كتير. ماتش سياتل التايمينج بتاع تغيير انا شايف ان وسط الملعب المباراه انحصرت وسط الملعب عايز حد صانع لعب يكسر التكتلات فكان نزول قفشه. اعتقد مباراه ريال مدريد هتشوف فيها الخمس تغييرات بتوع النادي الاهلي. اعتقد ان انت محتاج كل الاوراق اللي بره وكل حد انا يعني في اعتقادي ومتاكد انه كولر حاطط سيناريو ان مين التايمنج بتاع كل واحد ياخد وقت قد ايه ونزوله في التوقيت ده يغير الماتش ازاي. انا متفائل بانه الملعب ده كسبنا عليه اخر مره لعبنا عليه. متفائل وواثق في قدرات اللعيبه واثق في قدرات كولر وانه رفع سقف الطموح بشكل كبير جدا كل كمان لفتره قصيره جدا. نتمنى انه تستمر سلسله اللا هزيمه ودي دوافع كبيره جدا ان انت خامس نهائي دوافع تامن مشاركه 7 مرات حققت فيهم الجزاء طبعا حققت 3 برونزيه من اصل 7 مشاركات وده اعجاز تاريخي. لكن كان دايما المشكله او دايما هي مشكله مباراه انك توصل للنهائي. صح شقيقه السعودي الهلال ادى حافز كبير جدا ده قال انه ممكن وعدى من فلامينجو وبنتمنى ان يبقى نهائي مونديالي عربي خالص يعني يا رب يا رب ان شاء الله. احنا لسه مكملين كلامنا عن مباراه القمه عن مباراه كبير افريقيا وكبير اوروبا لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. رجعنا معاكم مكملين استوديو الحريف. سامح عايز اعرف منك نتكلم بقى شويه عن تشكيل ريال مدريد. انا معاك الاول برضو يعني اللقطه دي حلوه قوي ان انتوا يعني ان شاء الله يكون فال حلو النهارده الاهلي يكسب. والله فال حلو يعني والله انا متفائله جدا يا جماعه. انا متفائله ان شاء الله خير. ازاي ايه متفائل خلاص والله في حاجه بتفرج في البيت ساعتها كنت في استاد القاهره كمان كنا عاملين كده في استاد لا كنت في استاد القاهره فعلا ساعتها قاعدين ثلاثه على كرسي واحد ده حجم والله العظيم من حجم الجماهير كنا في استاد القاهره فعلا لا وحسام غالي لسه ما يتنسيش حسام غالي لعبها له هو لا طبعا تاريخ وحاجه مش هينساها التاريخ بيسجل زي ما قلنا ودي حاجه النادي الاهلي دايما مشرف الكل الحمد لله يعني قعدنا نتكلم لحد الصبح مش هنخلص في هذا الكلام. ولكن بالنسبه لريال مدريد والمباراه زي ما قلنا او زي ما قال ياسر من شويه دوافع النادي الاهلي كبيره جدا في المباراه دي كبيره جدا. اولا هو حامل احلام وطموحات جماهير مصر مش جماهير الاهلي والعرب وافريقيا ده واحد خلاص. اثنين كتابه تاريخ جديد للنادي الاهلي في كاس عالم الانديه. ثلاثه اللاعبين دول كتابه شهاده ميلاد جديده ليهم كلهم امام العالم كله وفتح فرص احتراف. اربعه كتابه شهاده ميلاد جديده لمارسيل كولر هذا المشروع السويسري الفاخر ايضا في النادي الاهلي اللي لم يهزم في اي مباراه حتى الان. خمسه يعني نقعد نعد مع بعض مكاسب النادي الاهلي اللي عايز يصل للميداليه الذهبيه ان شاء الله ان لم تكن على اسوا تقدير ابو الاسوا والفضيه جمهور النادي الاهلي و
فكر وثقافة نادي الأهلي لا تعترف سوى بالبطولات والمراكز الأولى أي. فقط، فدوافع الأهلي كبيرة جدا كبيرة جدا. أيضا خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا، وكان نفسه أنه هو يحمل هذا الكأس ويصل لكأس عالم الأندية، لما يروح كأس عالم الأندية ويكتب له القدر أن يصل لهذه البطولة فالأهلي لن يفرط فيها تماما، بداية من كابتن محمود الخطيب اللي تاني وتالت هقول له سلامات، واللي أصر أنه هو يروح مع النادي الأهلي للمغرب، لحد أصغر لاعب في النادي الأهلي بيحلم بهذه البطولة، حتى اللاعبين المستبعدين، حتى أيمن أشرف لحد امبارح هو بيكتب وبيتمنى أن لاعيبة النادي الأهلي تحقق هذا الإنجاز. فدوافع الأهلي كبيرة جدا. في المقابل أنا شايف أن ريال مدريد ما عندوش أكثر من أن هو عايز يضم بطولة لتاريخه، وأنشيلوتي عايز يعني يعيد البسمة لشفاء جماهير الملكي علشان يصل للفوز بعد ما خسر السوبر، وبعد ما الدوري 45 نقطة أمام 53 نقطة لبرشلونة، بعد كمان داخل على دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، مباراة مش سهلة تماما، لسه عنده كمان تاني في برشلونة في كاس أسبانيا، فعنده قصص وحواديت وحكايات صعبة جدا. فدوافع الأهلي كبيرة، والظروف الصعبة لريال مدريد إن شاء الله تحسم لك هذه المباراة. نيجي نتكلم عن ريال مدريد، هو دايما بيلعب بفكرة 4-3-3، طبعا فكر هجومي وبيلعب على الأطراف كويس جدا. طبعا عدم وجود كورتوا، وبمناسبة كورتوا هيبقى متواجد في المباراة النهائية إن شاء الله ما يلعبهاش، بس هيلعب الثالث والرابع، لأن ماركا امبارح طلعت وأكدت إن هو هيبقى متواجد في المباراة، وإن الأشعة أثبتت إن هو ما عندوش أي أزمة في إنه يرجع، بس مجرد إجهاد عضلي ما فيش إصابة. فهيجي بالمناسبة بنزيما هو اللي مش هيبقى متواجد، هو كورتوا بس اللي هيبقى موجود في المباراة. فهيبتدي بلونين، ده طبيعي لأنه هو الحارس الثاني. خط الدار هيبقى موجود فيه، هيبقى فيه كاما فينجا وكارباخال وكارباخال، وهيبقى فيه اسمه ايه بدي ناتشو اللي كان عنده اخطاء ولسه كان بيتكلم فيه برضو اسف في المباراه اللي فاتت، وروديجير طبعا هيبقى موجود، انطونيو روديجير هيبقى متواجد في وسط الملعب. انا اعتقد انه هيبدا بتوني كروس، وهيبتدي بمودريتش، وهيبقى موجود معاهم تشاوميني، دول الثلاثي اللي هيبقى متواجد، واللي ما كانوش متواجدين في المباراه اللي فاتت ما كانش متواجد توني كروس ولا متواجد مودريتش، واللي ادخرهم للشوط الثاني. اعتقد ان هو هينزل بيهم، الا اذا لجأ لنفس السيناريو زي ما قال انه ممكن هو يعتمد على في الشوط الثاني على توني كروس وعلى مودريتش ان هم يبقوا متواجدين. طبعا الثلاثي المرعب اللي لا جدال عنه تماما، اسينسيو ورودريجو اللي عايز طبعا يعني خلاص بقى عشمان في الفرصه وعايز يكسر الدنيا، وهو بديل يعني من طراز اوروبي خالص طبعا منتظر هذه المباراه، وطبعا فينيسيوس جونيور. ده التشكيل المتوقع. ماركا امبارح توقعت ان هو هيعتمد على فالفيردي مكان اسينسيو، مش قول بقى على عهدتي، تكلم عهدة الناس اللي عينها في الملعب عندهم هناك، لان شافوا ان اسينسيو ضيع ركله جزاء امام مايوركا، وشايفين ان هو خارج نطاق الخدمه مؤقتا، فممكن يعتمد على فالفيردي يكون موجود مع فينيسيوس ومع رودريجو. هي دي التشكيله اللي هيبتدي بيها. الخطوره زي ما قلنا هو ان هو ياخد اللعيبه كلها وفكر الاهلي كله ومجهود الاهلي كله ناحيه اليمين عشان يرسل الكره لناحيه الشمال لفينيسيوس كالعاده، عشان يبقى مان تو مان او ده واحد ضد واحد ويسجل في الشناوي، ده ان شاء الله اللي مش هيحصل، واللي هيقابله كولر بفكره محمد هاني ومعاه طاهر محمد طاهر او حسين الشحات الظهير والجناح اللي هيعتمد عليهم هيرجع يسند معاه، الى جانب محمد عبد المنعم او متولي لو على موافقه، هو مقتنع بمتولي جدا بالمناسبه مارسيل كولر. هي دي خطوره ريال مدريد زي ما قلنا، مع مودريتش اللي بيسحب معاه 2-3 لما بيلعب، ده بيبقى خطوره جدا، فالتركيز هيبقى على حمدي فتحي والسوليه وديانج في ايقاف هذا الثلاثي، الى جانب طاهر محمد طاهر مع محمد هاني. اكيد اسر هرجع لك عشان نتكلم عن ريال مدريد، لكن عندنا لقاء مع لاعبنا محمد مجدي قفشه، تعالوا نشوفه ونرجع لكم تاني. كيف كان الاستعدادات لهذه المباراه حبيبي؟ يعني زي ما قلت قبل كده، نادي ريال مدريد فريق كبير جدا وتاريخ كبير واحنا بنحترمه جدا، لكن احنا نادي الاهلي ودي مش اول مره ان احنا نوصل سيمي فاينال في كاس العالم، دي ثالث مره على التوالي، واحنا جايين عشان نحقق حاجه كبيره ان شاء الله. كل احترام لريال مدريد واللعيبه، طبعا لعيبه كبيره على اعلى مستوى واحسن لعيبه في العالم، لكن في الملعب ما فيش الكلام ده. في الملعب في 11 لعيب قصاد 11 لعيب، هو ده اللي بيفرق بقى شخصيه اللعيب في الملعب. فاحنا ان شاء الله نادي الاهلي جايين نلعب، وكل اللعيبه جايه تلعب بكره عشان مكسب، عشان احنا نفسنا نلعب نهائي ان شاء الله ونحقق بطوله كويسه، فان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اكيد تابعنا في مباريات الاهلي الاولى والثانيه، كان دعم جماهيري مغربي كبير لفريق الاهلي،
رسالتك ربما للجماهير المغربيه اللي هتكون حاضره يوم غد؟ لا يعني دايما احنا في المغرب دايما لعبنا كتير في المغرب، دايما هي بلدنا الثانيه، احنا ما بنحسش دايما بالغربه او بنحس ان احنا في بلد بعيد عننا. المغرب بلدنا جميله طبعا، وكل الناس في ظهرنا دايما، وعلى طول بيبقوا معانا حتى في الفنادق وكده دايما بيبقوا معانا. فاحنا من ساعه ما جينا المغرب واحنا حاسين ان احنا في مصر بصراحه، كل احترام ليهم وبنشكرهم ودايما هم في ظهرنا بصراحه. ربنا معنا كلنا ان شاء الله، وربنا مع كل اللعيبه، وان شاء الله ان شاء الله يعني النهارده نحقق حاجه كويسه. اسر، عايز اعرف منك، احنا اتكلمنا طبعا عن نقط عن التشكيل بتاع ريال مدريد، عايزين نتكلم برضو عن نقط الضعف بتاعتهم، نقط القوه ونصايح للعيبه. برشامه نقاط القوه والضعف طبعا بعتقد انه الغيابات مؤثره جدا عند ريال مدريد، لكن اللعيبه اللي موجوده لعبت المباريات اللي فاتت وحتى كسبوا فالنسيا في ظل الغيابات دي قبل مباراة طبعا مايوركا الاخرانيه. لكن بعتقد انه غياب ميليتاو والتناغم اللي موجود في قلب الدفاع، دايما انت مراكز معينه درجه تغير فيها كتير، مراكز حساسه جدا، مركز حراسه المرمى، مركز قلب المدافع صعب جدا. فخروج ميليتاو وجود روديجير المباراه اللي فاتت مع ناتشو مش خالق التناغم ده او الكيمستري بين الاثنين. ناتشو بعيد عن الهدف العكسي، بعتقد لا يجيد التعامل في الكرات العرضيه. سلاح القوه عندك انه معلول دايما يلعب الكره وهو بيجري، يبقى الاوفر بيتعمل وهو بيجري. العرضيات المتقنه من معلول، هو واحد من اميز الاظهره اليسرى مش في افريقيا في العالم، قادر تكسر بيه التكتلات، قادر تغلط بيه ناتشو، يا اما هيطلعها غلط او هيشتتها، او طبعا وجود شريف او اكتر من لاعب جوه البوكس. طبعا بنشوف زياده حمدي فتحي والدور التكتيكي مع مارسيل كولر ممكن تسجل هدف بالراس. الحاجه الثانيه انه بعتقد انه دور ديانج مهم جدا جدا في المباراه دي، لانه لو بدا كان زي ما سامح بيقول بالتشكيله الاساسيه، واعتقد ده الاقرب انه هيلعب مثلا، بس طبعا يعني نشيل تشاوميني لانه في الاغلب سيبايوس هو اللي بدا ياخد المباراه اللي فاتت، بقى بعد الرجوع يعني بقى هو اللعيب اللي بيلعب اساسي اخر ماتشات. فلو لعبت بسيبايوس ومودريتش وكروس من بدايه المباراه، مودريتش دايما مش لعيب وسط الملعب النموذجي او التقليدي، هو دايما بيزيد، وانت طالما انت حاولت زي ما، وطبعا انا متاكد متيقن كويس قوي كولر ان انت تقفل الجبهه اليمين او مفتاح اللعب المعروف اللي هو فينيسيوس، تقفل الجبهه دي ممكن جدا خطر يجي لك من العمق، وده اللي انا متوقعه. ان هو لو نزل مودريتش وكروس من اول الماتش، مودريتش هيكسر خطوطه وعنده المهاره وبيعرف يرقص، وهيكسر خطوطه يقدر يعمل الثرو البيني او يكسر دفاعات النادي الاهلي او الخط الثاني الدفاع النادي الاهلي من خلال ضرب من العمق. دور ديانج مهم جدا عشان يلعب دوره الاساسي او قوه او تعريف اللعيب الدستروير او اللي بيلعب في السمار عشان يفتك الكوره او يهدم الهجمات المنافس. فوجوده امام خط الظهر في النادي الاهلي النهارده ديانج هو اللي قادر، الوحيد القادر على انه يكسر كل محاولات الزياده العدديه في وسط الملعب، او انه يبقى بيرحل او عايز ينقل خطوره انشيلوتي من العمق عن طريق مودريتش وكروس. فبالتالي دور ديانج مهم جدا، دور دفاع النادي الاهلي مهم جدا، دور علي معلول في العرضيات المتقنه او نحن الهجوم الخاطف لما بنعمل السويتش تحول من كره اتقطعت من ريال مدريد نعمل الكاونتر الكاونتر السريع او المرتده السريعه، اعتقد العرضيات مهمه جدا. نفس الكلام سلاح الشوط، لعيبه تتجرأ في مباراه زي دي، شفنا ان ده احد اسلحه لكولر في كل المباريات، سواء في مباراه الزمالك في الدوري، بعدها في كاس العالم للانديه مباراه اوكلاند، قبل ما المباراه بتفتح انت دايما بتلاقي اكتر من تسديد على المرمى، والتعليمات جايه لكل لعيبه وسط الملعب، والتعليمات جايه ليه جناحين الفريق حسين الشحات، هتجي لك اقطم وحط واحده، طاهر اللي هو اللي بيلعب ناحيه الشمال اقطم وحط واحده، لعيبه وسط الملعب، ديانج قربت من الجون حط واحده، حمدي فتحي نفس الكلام، السوليه طبعا حدث ولا حرج، هو اصلا بيتقن التسديد كويس جدا. فاعتقد دي الاسلحه اللي تقدر تكسر بيها تكتلات ريال مدريد. سلاح العرضيات طبعا، اللعب على ثغره ناتشو، لانه واحد برده من اللعيبه اللي ارهقهم اللعب في اكتر من مركز، لانه لعب قلب دفاع ولعب باك يمين ورجع لعب وسط، يعني لعب في اكتر من مركز، فالتشتت في المركز ده بيأثر على اللعيب ساعات. فبعتقد ان دي نقطه ايجابيه للنادي الاهلي في ظل غياب التناغم بين قلبين دفاع ريال مدريد. لونن المباريات القليله اللي شارك فيها كان مباريات كويسه، عايز يثبت نفسه طبعا في بطوله كبيره، وما صدق طبعا ان الحارس اساسي والعملاق والمتمرس كورتوا بيغيب لظروف الاصابه، فعايز يثبت نفسه، لكن اعتقد لازم احنا نختبره بشكل كبير جدا ونحاول نغلطه، وخبرات لعيبه الاهلي اكيد اعلى منه يعني. فبالتالي بعتقد انه دي شويه يعني زي ما انت بتقول يعني شويه الحاجات او التيبس او البرشامه اللي ممكن نشتغل عليها في مباراه اليوم، وان شاء الله ان شاء الله وهنكمل. بس احنا معانا لقاء مع اللعيب الاهلي محمد عبد المنعم، نشوفه ونرجع تاني. ان شاء الله ونبقى كلنا في فورمتنا وجاهزين ان شاء الله باذن الله نعمل ماتش كويس وربنا يكرمنا بالصعود ان شاء الله. ما فيش حاجه مستحيل، باذن الله نتعب ونشتغل، وان شاء الله باذن الله نبقى نقدر نعمل مفاجاه كبيره ان شاء الله ونصعد باذن الله يعني ان شاء الله. الصراحه بطوله منظمه جدا، وبنشكر المغرب على تجهيز البطوله، بنشكر الجمهور وبنتمنى الجمهور بكره ان شاء الله يساندنا ويبقى موجود كله ان شاء الله.
محمد عبد المنعم لعيب كبير جدا بالرغم من صغر سنه، لكنه لعيب كبير قوي قوي قوي. عايزين نرجع للمباراه، عايزاكم تقولوا لي شايفين ديانج ايه الدور اللي ممكن يعمله النهارده في الملعب، او الدور اللي هو ممكن يأديه النهارده في مباراه النهارده. خلينا نبدا من سامح. بص، هو زي ما قال آسر، خطورة ريال مدريد النهاردة إذا بدأ بتوني كروس وبدأ بمودريتش ومعاه شاوميني أو سيبايوس زي ما بيقول، لأن كل الحلول مطروحة النهاردة، هيبقى مطالب خط الوسط حمدي فتحي والسولية وخاصة ديانج بقى، هذه القاطرة البشرية إيليو ديانج، هذا المالي المحنك لازم أديله حقه، لأن هو بالفعل فارق في خط وسط النادي الأهلي، سواء في الزيادة العددية الهجومية أو على مستوى التقفيل الدفاعي. فديانج هيفرق جدا مع وجود مودريتش، مع وجود توني كروس، فديانج هيبقى ليه، اعتقد ان هيبقى ليه مهام دفاعيه النهارده محدده عشان يقفل الثغرات زي ما قال مودريتش النهارده. ريال مدريد عارف كويس قوي مفاتيح لعبه فين، وعارف كويس قوي انك انت فاهم ودارس وعارف وهتلعب على المفاتيح اللعب دي، خاصه فينيسيوس، فهو من الممكن النهارده يعتمد على اختراقات مودريتش، دي حقيقه، هيعتمد على الزياده الهجوميه للاعبي وسط الملعب سواء كروز او مودريتش او حتى شاوميني او سيبايوس زي ما قال آسر، ممكن يعتمد عليه. ده من الممكن كمان يبدا بنفس تشكيل مايوركا، ويكون دي كانت البروفه اللي عايز يلعب بيها امام الاهلي، هو شايف ممكن يكون شايف انها ناجحه او فاشله ايا كان، ممكن يقعد توني كروز ومودريتش على دكه البدلاء ونلاقيه نازل بيهم في الشوط الثاني. النهارده كل الافكار مطروحه، كل الخطط مطروحه، ولكن لا بديل عن ثلاثي خط الوسط ديانج والسولية وحمدي فتحي، لان ديانج هيبقى ليه المهام دي. نقاط ضعف ريال مدريد، ريال مدريد ملوش نقاط ضعف، ريال مدريد مش من الفرق اللي ليها نقاط ضعف تماما، ولكن زي ما قال آسر وزي ما الظروف اللي احنا شايفينها امامنا بتحتم ان احنا نتكلم على هذه الثغرات اللي بتتمثل في خط الدفاع. خط الدفاع النهارده انت عندك ناتشو عنده مشكله، ممكن ألابا النهارده يشارك بالمناسبه، كل الامور مطروحه زي ما قلت لك. في خط الظهر عنده مشكله ان الثلاثه مش موجودين، لا مندي ولا فاسكيز، الثلاثه مش موجودين النهارده، فمن الممكن انك انت تستغلي ده، انك تلعبي عرضيات بشكل محترم جدا، انك انت تعملي اختراقات تسديد على المرمى، خاصه ان كورتوا مش موجود، لون ان هو اللي متواجد. اللعيبه اللي موجوده بتلعب باسم ريال مدريد وما تفرقش تماما على الصف الاول، ولكن انت ما تتخضش، البرشامه او روشيتا اللي قلتوا عليها واسر اتكلم عليها، انك ما تخافش. كولر قال كلام محترم جدا، اللعيبه تلعب بمنتهى الاريحيه، العب كوره زي ما قال قفشه، العب 11 لاعب ضد 11 لاعب، ما تلجاش للطرق الدفاعيه، انت خسران لعبت ولجأت للطرق الدفاعيه وعايز تلعب مان تو مان بقى وتقفل على فينيسيوس وتقفل على اسينسي وتمسك مودريتش مان تو مان، هتخسر المباراه. فانت في النهايه تلعب باريحيه، ما تلجاش للطرق الدفاعيه نهائيا، 11 لاعب ضد 11 لاعب، وتقفل المساحات على ريال مدريد ان شاء الله، نصل بالمباراه بإذن الله الى النهائي. فاضل معانا دقيقه، عايزين سريعا كده التوقعات. طيب هو في توقعين يعني شويه عكس بعض، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المباراه زي ما قلت لك مش هيبقى فيها سكور، فبتوقع يا اما فوز 1-0 للنادي الاهلي، اوكي، يا اما لا قدر الله لو يعني نتيجه اكتر من يعني عد يعني تعادلنا 1-1 هتبقى 2-1 للريال مدريد، بس ان شاء الله 1-0 للنادي الاهلي. تمام، توقعي سريعا، عارف انك بتخانقوا عشان الوقت دلوقتي، عشان لسه في توقف، في اسئله ثانيه عايز اسالها لكم سريعا. المباراه انا شايف انها ممكن تصل للوقت الاضافي، الاهلي لو سجل هدف ريال مدريد مش هيوقف، ريال مدريد لو سجل هدف بثقافه النادي الاهلي وعناده مش هيوقف عن المباراه. اعتقد ان النهارده عندنا ماراثون تاريخي في كاس عالم للانديه والوصول للاشواط وممكن ضربات الجزاء كمان. من وجهه نظرك مين هيكون رجل المباراه النهارده؟ ديانج. والله ممكن اتفق معاه على ديانج بالفعل، الا اذا كان في هدف تاريخي النهارده لمحمد شريف او كهربا او ايا كان اللي هيحرز الهدف النهارده، لازم هياخد رجل المباراه. حلو السؤال ده، مين هيكون صاحب الهدف الاول؟ هو الخناقه تبقى داخل بقى غرفه خلع ملابس وداخل المحاضره في اللاعبين، سامح انه مين عايز يبقى صنديق جديد، يعني انا لو بلعب ماتش ريال مدريد كله عايز يسجل، مين عايز يبقى صنديق جديد؟ مين يحرز هدف النادي الاهلي؟ اعتقد حد من وسط الملعب، يعني حد من الثلاثه، يا حمدي يا سوليا ديانج. دي حقيقه فعلا، هو هيبقى حد من وسط الملعب النهارده، ممكن تلاقي حسين الشحات وارد جدا، ممكن تلاقي بيرسي تاو بالمناسبه، ممكن تلاقي حمدي فتحي، ممكن تلاقي سوليا شوطه، ما تضمنيش ده، لكن اعتقد ان هيبقى في رقابه لصيقه جدا على بيرسي تاو او محمد شريف او كهربا لو نزل. انا بشكركم شكرا جزيلا، دايما منورينا وبنبقى مبسوطين ان انتم موجودين معانا وبنتفائل بيكم، يا رب يا رب نحتفل كده ان شاء الله بالمكسب، شاء الله. كل الحاجات الحلوه اللي انتم يوم الماتش ان شاء الله والشوط يبقى حلو ونكسب ان شاء الله، نحقق الانجاز ان شاء الله نكسب، وان شاء الله يوم الاحد انتم طالعين، اتمنى نبقى متواجدين معاكم
ده حاجه تشرفنا، ونسمع الاغنيه بتاعتها عشان نحتفل بيها كلنا على الهواء. انا هعمل فرح مع الجمهور، ده حقيقة احنا هنيجي هنا هنعمل ليله ثانيه للاهلي ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. بشكركم جدا جدا، وان شاء الله نكسب ونفرح كلنا النهارده ونحتفل بالفوز التاريخي اللي كلنا كل جماهير الاهلي وكل المصريين بيحلموا بيه. خلصت فقرتنا، هنروح دلوقتي لفقره استشاره طبيه، لكن هتكون من حلقه سابقه. استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده ومواضيع مهمه.